طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. العراقية تدافع عن كل عراقي، كل مواطن في الأرض العراقية يثق بهذه القوات التحمية. قطعة ماكو، بيت ماكو، أولادي أطول مني ولا واحد معرسة من عندهم. غير الدشداشة هاي بالعراق أنا متبرع بيها، الدشداشة هاي أساهم بيها بعمار البلد. راجعوا السنين الماضية شقص صرفت أموال بالقصر، راجعوا خلي هاي ياخذها اليسر لعبادي وحكومته. هاي الدشداشة غيرها الله شاهد ورسوله معه. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق تبقى مشكلة الكهرباء في العراق من المشاكل المستمرة منذ العام 2003 ولغاية الآن، وعلى الرغم من صرف أكثر من 41 مليار دولار على قطاع الكهرباء إلا أن هذا القطاع ما زال في تراجع مستمر، وذهبت أغلب هذه المليارات إلى جيوب الفاسدين من السياسيين بحسب لجنة النزاهة البرلمانية. دعونا في البداية نشاهد تصريحات لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووعوده بقرب تحسن الكهرباء. نشاهد هذا المقطع ونرجع لكم. كما كانت الجداول والخطة أن ننتهي من الصيانة في 31/5، في نهاية هذا الشهر ننتهي من الصيانة، تدخل المحطات معظمها، وهناك محطات أخرى جديدة تدخل. اليوم صوتنا على مشروع يوفر للبصرة 140 ميجاوات إضافية تدخل خلال أسابيع لم تكن في إطار الخطة السابقة. إذن هناك متابعة جيدة فيما يخص الكهرباء أيضا. كذلك الآن بعد ما دخلت كثير من محطات التوليد الكهربائي للخدمة كما ذكرنا سابقا، المعدل اليومي حقيقة يزداد بشكل أكثر بحدود 3000 ميجاوات عن العام الماضي مقارنة بنفس اليوم. اليوم يوم ثلاثاء، في نفس اليوم ثلاثاء في العام الماضي سنجد فرق في معدلات التحميل، سواء في تحميل أعلى شيء يصل ما يسمون معدلات الذروة أو تحميل الذروة أو معدلات الحمل الموجود خلال يوم كامل. فهناك تقدم مهم في مجال الكهرباء. الكهرباء من حيث الإنتاج هناك تقدم مهم. الآن نحن نبلغ معدلات 16 أحيانا 17 ألف ميجاوات، وهذا التقدم بمعدل لا يقل عن 3000-4000 ميجاوات في نفس اليوم من العام الماضي. الآن نصدر جدول أكثر فأكثر سيعمم، يقارن يوم بيوم عن العام الماضي كم نسبة التقدم حسب المحافظات والمجموع الكلي. هناك تقدم مهم في حقيقة تجهيز الكهرباء. يقينا ساعات التزويد ستزداد بشكل واضح، لكن هناك يعني ملف الكهرباء نحتاج إلى وقت آخر لحله بشكل حاسم. وأعتقد ما وقعنا من اتفاقات سواء مع سيمنز أو جي إي أو ما لدينا من مشاريع في هذه المجالات، ممكن فعلا الآن نسير في طريق صحيح لحل أزمة الكهرباء اللي اليوم عمرها في العراق ما لا يقل عن 30 سنة. التجهيز ارتفع، معدل الإنتاج اليوم يتجاوز 18000 ميجاوات، وهذا إنجاز كبير مقارنة بالعام الماضي لتقدم 3000-4000 ميجاوات. هذا إنجاز كبير، زيادة ساعات التجهيز هذا إنجاز كبير. نعم، استمعنا إلى مقتطفات من تصريحات لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تصريحات سابقة وقريبة، يعني هناك من ضمنها قبل أيام حول موضوع الكهرباء واللي وعد بتحسين الكهرباء، لكن الواقع مختلف. طبعا المفروض الكهرباء كما هو معلن في الشارع العراقي على الأقل تجي ساعتين
وتنقطع ساعتين، لكن صار لها أيام ما تجي بس 6 ساعات باليوم، وتجي الكهرباء ضعيفة جدا، يعني ما تشغل كل الأجهزة بالبيت، حتى الناس تقول لك المراوح يعني تشتغل بشكل بطيء. الناس اضطرت إلى شراء أجهزة لرفع الفولتية، وطبعا احترقت أجهزة وتعطلت الكثير من الأجهزة بسبب ضعف الكهرباء، وهذا طبعا اللي صار خلال الأسبوع الفائت والأيام الماضية. وتجهيز الكهرباء كما تحدثنا انخفض، وهذا على خلاف ما تحدث به رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأن الكهرباء في تحسن. طبعا اليوم انطلقت تظاهرات شعبية واسعة في محافظة ميسان احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وطالبوا بزيادة ساعات تغذية المحافظة بالطاقة. طبعا العراق يستورد نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران لتشغيل الكهرباء، ويشتري كذلك بشكل مباشر 1300 ميجا واط من الكهرباء كذلك من إيران. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين، خاصة اللي بالعراق، يريد ينقل لنا صورة حول الكهرباء ورجوع تردي الكهرباء. طبعا هي لم تتحسن، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق يعني وصولها إلى 45 وإلى 50 درجة مئوية، اليوم نشهد تراجع في قطاع الكهرباء من جديد. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي، كم ساعة تجيكم الكهرباء؟ الله يسلمك ويخليك. نعم، كم ساعة تجيكم الكهرباء الوطنية؟ يعني مرات يومين ماكو. نعم، يعني مرات ساعة ساعتين، ومرات أصلا ما يعني ما تجي. المولدات مرات ينفجر يخرب. بس أنا أجي في ملاحظة. نعم أستاذ عمر، إحنا شنو بالكهرباء؟ أنا شرنا بالكهرباء، الكهرباء قاعد تنتل وتقرب الأجهزة وقاعد تحرق الحنطة والشعير، مثل ما قال رئيس الوزراء أنا الكهرباء. نعم أبو علي تسمعني؟ أبو علي انقطع الاتصال مع أبو علي من كربلاء. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون وضع الكهرباء بسليمانية أبو عمر؟ والله زين الحمد لله، احنا عندنا مولدات، عندنا محطات كهربائية تجي يعني الحمد لله مرتاحين. الوطنية ايش قد تجيكم باليوم؟ والله تجي على هاي الأيام، اليوم البارحة تروح ساعات، تجي 6 ساعات 5 ساعات بالليل مستمرة بعض المرات بهالحالة. نعم. هاي حسب الزخم اللي عليها زين. نعم بس زينة الحمد لله، كل زينة أستاذ. هذا راح كذاب، إجا الكذاب قبل كذاب، هذول كلهم كذابين. نعم. يروحون خذوا المسيلمة الكذاب، عمي مسيلمة الكذاب يعني كفر، هو قال عمي نبي وقالوا له أنت كذاب، صدق إنه كذاب زين. قال تسوي العالم هي صدق بيه، فهذول همين العالم كانت تصدق بيهم، هو كذاب العالم الصدق به. انت لو تعرف حقيقة هذه الفولتية يشتروها الناس العجيزة شنوها، هاي تجي من الضغط الحالي الكهرباء أستاذ، تروح إلى محطات فيها بوردات، فهم من يهدوها إلى قواطع مثلا داخل، هم يهدوها، ما يهدوها 240 زين ولا 260، هم زين من يصير ضغط عليه تنزل إلى 220 210 زين الحمد لله. بس هذا هو دي هدى من المحطة 180 190، فمن يصير ضغط عليها بعد بزاي تنزل إلى 150 140، فما تشغل كل شيء، تشوف البنكة عبالك تكرانة زين، والمجمدة بس تشتغل. والله أستاذ المجمدة بس مشتغل قلوب الأحمر زين، كل شيء ما يشتغل، فرحان عبالك تشتغل قرة عينكم. أي والله قرة عينكم زين، هم فرحانين ومرتاحين، وهذا هذا كذا استاذ قسما بالله. هذا الكهرباء اللي يستوردوها من ايران 1300 ميجا واط، هاي كلها كذب، الكذب ما تطلع نص قيمه،
قسما عظما، لانه ما عندك شبكات تتحمل هذه القوه الكبيره المده 100 ميجا وات. هو كم عامود عندك؟ انت شغل عندك كم شبكه جايه؟ 10 اسبانيا ما تطلع شبكتين، واحده على البصره واحده على هذا. زين ابو عمر، هو يعني هاي التصريحات اللي استمعنا لها لرئيس الحكومه عادل عبد المهدي يقول الكهرباء تحسنت عن العام الماضي وارتفعت يعني الانتاج وصل الى تقريبا 18000 ميجا وات، بس الواقع مختلف، الواقع مختلف في المحافظات الجنوبيه الوسطى، مختلف الواقع. يعني باليوم اكو مناطق ما تجيها باليوم 6 ساعات مثل ما ذكرنا وتجيهم الكهرباء كلش ضعيفه. استاذ هذا العدد المواطنين من اللي يطلعون مظاهرات ويدقون ويلطمون ويصيحون على مود كانت يا ظاهر المواطنين هم بطرانين بس يريدون يسوون بلبله ومشاكل بالوطن بالعراق. وهذا معناه المواطن كذب، هو اللي يكذب المواطن هذا المتظاهر. زين شوف والله يا استاذ عمر احكي لك الصراحه، يعني هذا مال مساله الغاز اللي يشترون من ايران 28 مليون متر مكعب شهريا سنويا، هذا كله كذب. هاي الارقام كلها فضائيه استاذ، هذه الارقام قسما بالله العظيم. هذا الو اسمعك ابو عمر. انا اشكرك ابو عمر وعذرا على المقاطعه لان عندنا متصلين معنا مظلوم من كركوك، تفضل مظلوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك القناه الرافدين، حياك الله، وتحياتي لكل المستمعين والمشاركين في قناه الرافدين البطله. الله محييك. بالنسبه للكهرباء حديثكم موضوعكم عن نوع الكهرباء انا من كركوك. اي نعم كركوك. احكي لنا شلون الكهرباء يا كركوك؟ كهرباء ماكو. كركوك كهرباء عنده كم محطات ولا كهرباء، ربع ساعة ست ساعات ماكو، ربع ساعة كهرباء وست ساعات كهرباء ماكو. يعني هذا الحكومة العراقية إذا ما يقدر يوفر كهرباء للشعب العراقي، للعراقي خلي يبطل عني، خلي يطلع يقول خلي يجي واحد غيره. وأعداء الأعداء العراقيين اللي وصلوا لهم هذا هيك حالة، هم هناك واقفين متفرجين على الشعب هذا المظلوم. عمي شعب مظلوم، عمي شعب مظلوم، محافظات العراق مظلومة، كركوك ماكو لا قانون لا كهرباء لا ماء لا خدمات. كركوك عمي كركوك عاصمة مصغرة للعراق، خدمات ما بها خط الأول. نعم. فاحنا نسأل الناس الخيرين أولا الله سبحانه وتعالى بشري يرحم حالنا وحال الشعب العراقي. زين عادل عبد المهدي رئيس الحكومة مظلوم يقول الكهرباء تحسنت عن العام الماضي. عمي كذب، كله كذب. يلا عيب عليهم يحسن الحكي هذا. الله وكيلك عيب عليهم يحسن هالحكي هذا، على اساس يصدرون كهرباء، العراق يصدر كهرباء وعلى اساس يتحسن بالصيف. عمي والله حكومه كذابه وما يعرفون شو يسوون، ما يعرفون خيرات العراق كلها تجيبهم. هم 24 ساعه كهرباء متوفر، ما يندفع ولا دقيقه. يا الشعب موت، يا الشعب عمي موت، يا الشعب الشعب تسلوع، الشعب موتوه الشعب. انت هالشعب العريق، هالشعب الحضاري. نعم. هالشعب العراقي البطل. نعم مظلوم. يوم يصير هيك حاله. اني اشكرك مظلوم من كركوك. كان معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يبارك في حظك اخوي عمر. بالنسبه لازمه الكهرباء، نعم أزمة الكهرباء هاي أزمة يعني تدميرية، يعني مو شرط ال يعني أنت شوف الكهرباء هسه ما يدفعون فلوس مال الكهرباء، يعني ما تجي قوام مال الكهرباء. هسه أنا صار لي 6 أشهر كهرباء، فلوس الكهرباء ما تجي، كان كل شهر بشهر. هسه راح تسوي أزمة وكوارث على مدفع مال الكهرباء. شوف الكوارث اللي راح تصير، فهم يدون العراق مظلم بالأزمات
وبالمتاع قد تجيكم يعني هاي الايام ايش قد تجيكم العراق بمتاع؟ ابو حسن كم ساعه تجيكم باليوم الوطنيه؟ هاي ما شاء الله قطع يعني مستمر دام على الخف مال المولد احنا متدمرين. نعم يعني تقطيع يعني مشيد حيل. هم ايش راح يسوون؟ راح يجي قوائم الكهرباء مال 6 اشهر الله يعلم بيجوز يقول لك انا مليون انا اذا يجيني مليون او 100 بس اقطع الكهرباء نهائي. فهم دا يسوون ازمه يعني يخلون الناس تكفر. فهم دول يعني هسه تجي واقع الحال هاي يعني كلها ازمات تجي هاي الحادث اللي اغتصاب مال المراه تجي الحرق مال شو اسمه مال المحاصيل يعني راح يموتون العراق بس العراق تاكت ما يتحرك. يعني الشعب العراقي شو وقت يصحى شو وقت يقول انا 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 مسلم بس لما يعني هسه المسلمين يعني بحيره بامرهم. يعني هسه لما قالوا سيدنا الرسول ارهابي والشعب والامه الاسلاميه ما قامت يعني هذا نبينا محمد العظيم يعني لما قالوا عليه هذا انا توقعت الدنيا راح تنقلب. بس زين ابو حسن المسلمين بعد مع الاسف على العراق ابو حسن احنا كل ما يجينا رئيس وزراء من العام 2003 ولغايه الان يطلع علينا بتصريح ويقول الكهرباء راح تصير زينة والكهرباء في تحسن وصرفنا هلقل وتعاقدنا مع الشركة العالمية كذا وآخرها اللي صار يعني قبل حوالي شهرين ويا شركة سيمنز الألمانية وقعوا عقد على أساس 14 مليار دولار وخلال 4 سنوات تكون خريطة الطريق كما سماها عادل عبد المهدي رئيس الحكومة وقبل العبادي قال لك انه خصخصة الكهرباء وعلى اساس الكهرباء راح توصل للمواطن 24 ساعة بس على الواقع ماكو كهرباء. يعني احنا هاي العام طلعت مظاهرات بالجنوب على مود الكهرباء وعلى مود المي والناس موتت وجرحى واعتقالات وتخوين بالناس لان طلبوا بحقوقهم واليوم نرجع نفس الايام بعد سنة الكهرباء في إلى أسوأ. أخي عمر هاي نعم. الأزمات كلها في سبيل إهانة الشعب إهانة الشعب تدمير الشعب قتل الشعب يعني تجويعهم تدميرهم. فهذول يعني هذول أحفاد كثرة جماعة قم وطهران هذول ما يحبون الإسلام يحبون الإسلام ويقول إحنا معارض سابقا كان قالوا حسوا بالشعب هذا يتدمر. فهذول ما يسوون أي شيء للبلد ثق هذول دمار العراق ودمار نعم. البنية التحتية ودمار للإسلام أمين. فيا أخي لا تتوجهون خير ذا الشعب هذا ولو شعب ما يقوم هذا مع الأسف أنا أقول مع الأسف أقول عندنا عراقيين. أنا بس أترحم على شيء واحد أخوي عمر أترحم على الشهداء المجاهدين اللي قاتلوا الأمريكان راح دمهم هدر مع الأسف والله مع الأسف هذول الأبطال اللي ضحوا بدمهم وبحياتهم هذول يدفعوا الثمن بس إحنا ما نستحق نعيش. لو احنا مسلمين كان ذول الشباب الراحة وقاتلوا الامريكان ودمروهم ايش راح دمهم هباء. الله اكبر يا الله الله اكبر يا الله والله ابو حسن من بغداد انا اشكرك من ابو حسن الله اشكرك ابو حسن من بغداد. معنا اتصال ابو علي من كربلاء عاود الاتصال بنا تفضل ابو علي. العفو السائد على صد ملاحظة هاي طلعت مو بس الكهرباء مو زينينكم حتى الشبكة تعبانة. اسمح لي هاي كل هاي مو مشكلة كلها بس واحد أريد أقول للعراقيين تفضل يا مرة اللي هم حكوا بيه طلعوا بالضبط. إذا قالوا الكهرباء راح تتوفر الكهرباء ماكو. إذا قالوا اكو حرية ماكو. إذا قالوا احنا نخدم الناس يبقون الناس. إذا قالوا عدالة بالعكس. إذا قالوا وحدة الشعب العراقي بالعكس. إذا قال يعني دائما هي بالعكس اثنين. والمهم كلش عيد الاخ تحياتي لكل المتصلين. نعم يا اخي الى متى احنا مصير عندنا ابره؟ يعني انا كرامتي وسعادتي بس بالمي والكهرباء يا اخي مو بلدنا الباق مصار 16 سنه الى واحد عمره 45 و16 ايش بقى 61 ما بقى شيء بعمرنا. قوم يا عراقي يعني انت اذا توفر لك المي والكهرباء يعني صار عندك وطن بعد وين الامان وين الحريه؟ انت مهان يا عراقي مع احتراماتي للطيبين تسامحوني تروح للجنسيه محتقر بطاقه توميه محتقر طالب اجازه سوق محتقر تروح للمركز محتقر تمشي بالشارع محتقر وطنك مذيوع.
نعم. هذه يشغلون هذا سني وشيعي ويضحكون علي انا الله وكيلك مثل ما قام الاخ اللي قبلي تحياتي له. عمي ما ذكره بس. نعم. انا اعتذر منك ابو علي، اكو انقطاع بالصوت. طبعا هيئه النزاهه اعلنت بان هناك شبهات فساد في عقد تجهيز محطه كهرباء الكحلاء الغازيه في محافظه ميسان، واوضحت اللجنه بان تحقيقاتها الاوليه اشارت الى وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمته ما يزيد عن 22 مليون دولار. أضافت بأن التعاقد تم خلافا لتعليمات العقود الحكومية وبكل فعالية وبطريقة احتكارية دون وجود منافس من الشركات الأخرى. في البصرة كذلك تجددت التظاهرات في يعني تظاهرات غاضبة، تظاهرات شعبية بسبب انقطاع المستمر للتيار الكهربائي. المتظاهرون يعني حملوا لافتات ورددوا شعارات تندد بالإجراءات وبضعف الإجراءات الحكومية وعدم تنفيذ وعودها بتحسين مستوى الخدمات والتي أعلنتها العام الماضي. النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي حذرت من أن كل العوامل تشجع على إيقاد نار التظاهرات مجددا في البصرة، وأوضحت بأن ارتفاع نسبة البطالة وتردي واقع الكهرباء عاملان أساسيان لعودتها إلى المحافظة. الحامدي أضافت بأن نسبة البطالة في المحافظة في محافظة البصرة فقط بلغت أكثر من 40%، والنسبة في ارتفاع مستمر ما لم توفر لها درجات وظيفية لا سيما في الشركات النفطية التي تعج بالعمالة الأجنبية كما قالت. وأضافت بأن الحكومة مطالبة بتوفير وإطلاق 10,000 درجة وظيفية التي وعد أهالي البصرة بها، حيث لم تلبي الحكومة المحلية أو المركزية أي من تلك الوعود. وقالت بأن ما زالت مشكلة الكهرباء تمثل من أبرز المشاكل التي تعيشها البصرة في الوقت الراهن. معنا اتصال ضاحي من الناصرية، تفضل ضاحي. حياك الله اخي الكريم، شلونك؟ اهلا وسهلا بك، يا هلا بيك. وبيك اكثر. انا بالبدايه اشكر قناه الرافدين على اتاحه هذه الفرصه. حياك الله يا هلا بيك. الله يحييك. واقع حقيقه بديت الناصريه يعني انقطاعات مستمره. نعم. الو اسمعك ضاحي، اسمعك. يعني اخي الكريم، يعني انا الجدول 4 ساعات يقطعون من عنده اكثر من ساعتين. يعني لا. احنا اغلبيتنا يعني جد بيعاني من درجات حراره اكثر من 50 درجه. يعني واغلبيتها ناس مرضى واصحاب سكري وضغط والى ما تخرج من امراض. وبظن ذلك تعمدون مثل الكهرباء بخط الظهيرة تقوم. يعني أنا أقول إلى من فتى، يعني العراق بلد الخيرات، بلد النفط، وخصوصا إحنا يعني الناصرية عندنا مصافي النفط وعندنا حقول النفط، وبعدنا لحد الآن نعاني من أبسط حقوقنا وهي مشكلة الكهرباء. نعم. كم ساعة تجيكم ضاحي؟ كم ساعة تجيكم باليوم؟ والله أربع، يعني هن 4 ساعات يقطعون من عندنا ساعتين. نعم. ونعاني يعني المولدات ايضا يقول لك انا اشغل بس بوقت الجدول. نعم. الو اسمعك، انا ما اريد اقاطعك ضاحي. ألو. وياك. ايه استاذنا الكريم، وانا هم عندي مشكله ثانيه ولو هي غير مشكله الكهرباء. نعم. والله يعني انا مشكلتي هو جامعه ديقار صراحه، لان على مود موقف استبعدوني من الدراسات العليا، موقف اسمه قيد بيه الحق استبعدوني من الدراسات العليا. رقنوا قيدك؟ اي والله العظيم. ليش؟ يعني اسمع على مود موقف استاذنا الكريم، احنا بالدور الثاني 12 واحد اتوقع قيده.
نعم. إذا كتاب زالوا تدفعون نص الطلاب، تدفعون نص الطلاب، تخلون نص الطلاب الثانيين على الجواب الثالث. أنا اشتكيت. أنا يمك صوت جهل ما أفهم، ليش رقنا وقيدك؟ شنو السبب؟ أستاذ إحنا 12 واحد بالبداية، 12 واحد. نعم. ألو؟ أسمع. 12 واحد. إجت ضغوط سياسية، قالوا تعبون نص الطلاب وتخليهم نص الباقي. أنا اعتراضت. أنا بالنسبة لي لأن ما أعرف الآلية نجحوا بها الطلاب. ما أعرف الآلية نجحوا بها نص الطلاب. أنا اعتراضت. اعتراضت والآلية أيضا الوزارة ما كانت قابلة بيها. إجت الدور الثالث. الوحيد أنا أتوقع قلبي. الوحيد لأن قلت الحق. الله شاهد علي لأن قلت الحق وما أقبل بالكرامتي لأي أستاذ، كان من يكن. أنا قلت الحق أمام رئيس القسم، قلت له هذه الآلية خطأ وباطلة هذه الآلية، وما يصير يعني ما يصير إنك تنجح نص الطلاب بدون آلية ما مفهومة، آلية مبهمة. وأنا أيضا من الطلاب الأوائل عندهم وعند شنو اختصاصك ضاحي؟ الأطباء مانعيني. ألو شنو اختصاصك؟ اختصاص علوم حياة بيولوجي قسم بيئة وتلوث. والله شاهد حتى البحث مالتي مخلصة وبعد لي بس العملي. حتى البحث مالتي مخلصة والأستاذة دكتورة أفراح العوادي على علم الجامعة. زين من رحت للعميد أو المسؤول وتكلمت معه شنو كان الرد مالته؟ شنو المبرر أنه رقم قيدك؟ يقول والله أنا يعني الأستاذ أنا ما أقدر علي وعلى ضغم أستاذنا الكريم. يعني الدور الثالث الأستاذ مات الدور الثاني تنحى. الدور الثالث لجان مشكلين من خمس أساتذة نعم. يعني ما قدروا يساعدوني. الأستاذ قال لهم ساعدوه يعني قال لهم ساعدوه هم الحد الآن. يعني والله العظيم بس قدمت اعتراض ما سووا لي أي اعتراض. يعني وخلوني والله العظيم يعني خلوني أنزل لأن قلت الحق بالدور الثاني. قلت الحق وقلت هاي آلية باطلة، آلية خطأ. تعاركت ويا دكتور شي خاف تعاركت ضاحي ويا أحد من الدكاترة لو بس على هاي الكلمة يعني مشلوك. ألو أسمعك ضاحي أقول لك خاف تعاركت ويا واحد من الدكاترة وهو مثلا حزب سياسي وزعل عليك. استاذ اعتراضك على الآلية. لا اعتراضك على الآلية وهم يدلون بي انا عندي صمام وحتى بيوم امتحان الدور الثالث وهي التقارير الطبية اقدر ادلك اياها. بيوم امتحان الدور الثالث وقعت وقيت اكثر من نص ساعة مغمى علي اكثر من نص ساعة بس بغم ذلك جاوبت اكثر من دفتر يعني دفترين اجابتي وكنت متأكد من اجابتي يعني قلت الاسم العميد قلت لك استاذ انطيني دفتري خلي اشوفه. استاذ الجد ماخذ والله العظيم يقول لي انا ما اقدر يعني او حل الرجل يقول لي ما اقدر. رحت رئيس الجامعه يقول انا مو بي. قال لي شغلتك كم العميد؟ اروح للعميد يقول لي شغلتك كم رئيس القسم؟ رحت للوزاره يعني. ضاحي رحت لوزاره التعليم؟ وزاره التعليم رحت لها قبل الدور الثالث. قالوا هاي الاليه ما تصير بس العميد وعدنا العميد ايش قال لي اسمه قبل الدور الثالث؟ قال لي ان شاء الله انتم ناجحين ومساله مساله امتحان ان شاء الله بيك خير وتدلل وانا هم طلعنيت ما رحنا احنا استثنى على الاعلام ولا شيء ولا هاي. بقينا امتحنت الدور الثالث. اتفاجئت اخي الكريم انا من العشره الاوائل بالكليه والحمد لله رب العالمين وعلى رغم الاطباء مانعين من الدراسه بسبب الصمام اللي عندي. صمام متوسع بالقلب واحتاج عمليه لكن الوضع المادي ما يساعد ما سويت العمليه صراحه. حتى يقولوا لي عيد بفلوس 7 ملايين دينار. اخي الكريم انا لو عندي 7 ملايين دينار انا سويت به العمليه لو عندي. ان شاء الله ما عندك الا العافيه وان شاء الله يا رب انه ترجع الى دراستك. انا اشكرك ضاحي من الناصريه كان معنا اتصال احمد من بغداد. تفضل احمد. انقطع الاتصال مع احمد. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد. عاود معنا الاتصال احمد من بغداد. تفضل احمد. اهلا، الله يسعدك قلبي، شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله يا اهلا بك. يعني على المود الكهرباء يقولون تحسنت، وين تحسنت؟ نعم استاذ، من يقول تحسنت؟ نعم. الو، اسمعك احمد. الو، اسمعك احمد، تسمعني؟ اتركك هي اسمعك السعودي. نعم اسمعك انا. ما كهرباء، ما تحسن، هاي الاطفال هاي الشباب منتهيه بدون كهرباء، تجي وتهامش 24 ساعه. نعم، كم ساعه تجيكم ببغداد احمد؟ والله تجي ساعتين، ومو ساعتين، مرات تجي نص ساعه مكان ساعتين. نعم زين، ما بكيفهم، كل ساعه شكل، يوميه شكل، مرات خمس ساعات تجينا ساعتين، مرات بعد ساعتين ساعتين، يعني ماكو شغله مضبوطه، ماكو برمجه مضبوطه. نعم. وهاي عندنا محوله مقدمين عليها صار 7 سنوات، كل ما نروح يقولوا لنا بعد ما جايه، بعد ما جايه تبديل محوله. محوله جديده ينصبوننا. نعم. صار 7 سنوات ضبط. زين، مقدمين على المحاولة، رحنا لهم ذاك اليوم همين، صار حكي بيناتنا ومناقشات وهاي وما فات، كل شيء ما قالوا يم المحافظة، من المحافظة، ماكو محاولات من المحافظة. رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يقول لك الكهرباء في تحسن وراح تتحسن بعد أكثر. والله ما إذا قبل عادل عبد المهدي احتمال كان شوية أحسن، بس صارت بعد أسوأ. نعم. إي والله صار. الله يعينكم. هذا الشيء سووا بعدية. الله شاهد، يعني الطفل من اول ما تصفى الكهرباء راسه يعيط. نعم. وين يطوجها؟ ومبرد يذب سم. يعني مو كهرباء، مو ذب سم والله. زين؟ المكيفات ما تشتغل نهائيين، لا مكيف لا تبلت ما يشتغل عندنا. زين؟ نعم. وتمامش 24 ساعة. ما تقدر تسوي لها حل. أنا أشكرك أحمد من بغداد كان معنا، معنا من بغداد أيضاً محمد. تفضل محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، يعني الحال أن هذه الحكومة حكومة مجموعة من المنافقين. نعم. مجموعة عملاء لا يمكن تصديق بهم بأي حال من الأحوال. وأنا أقول للعراقيين من خلال منبركم الكريم أنه لا الآن ولا بعد 20 سنة إذا بقوا ذولا والحياة بالله راح يتغير الوضع. وأحب أوجه أيضا من خلال أيضا القناة الكريمة الى كل اهل الجنوب، اقول لهم احنا مناطق الغربيه سرد، وقدمنا عاد ما نملك، وطلعنا احنا بطول شوادم، طلعنا ارهابيين وطلعنا مجرمين وطلعنا كذا وكذا، بعد ان ذبح ابنائنا ونسائنا ومساجدنا، والان مزارع الان حتى ارزاقنا بدات يعني تحرك يعني. فاقول لاخواننا اهل الجنوب، بما انه انتم رحبتوا بهاي الحكومه، فعليكم الدور ان تغيرون الواقع معكم. لأن يعني الحكومة هذه ما راح تقدم لكم أي شيء. فعليكم أن تغيرون واقعكم ومهما بلغ الثمن. مهما كان الثمن من دماءكم، من شبابكم، من أبنائكم، لابد أن تقدمون الثمن لأنكم أنتم السبب الأول في تفشيل هذه الحكومة. طبعاً لا في وجود بعض من المناطق الغربية ساهموا في تشكيل الحكومة، لكن هؤلاء لا يعدون 1% من مجموع مناطق الشمال الغربي. فأقول الواجب الشرعي والعقلي والضمير خلينا نقول الوطني يحتم عليكم ان تضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تغيير هذه الحكومه. هذه الحكومه لم تتغير بالامر، يعني تغييرها ليس بشيء سهل فقط، لا، انما دون الشهر ياتي من ابر النحل. انتم تريدون تعيشون حياه كريمه؟ لابد ان تضحون،
لابد ان تتحملون، احنا تحملنا طير السبع اللي قدام، فالدور عليكم. هسه هم يمنعون عنكم الماء والكهرباء والحياه الكريمه وغيرها وغيرها، صح انتم امنين ببيوتكم؟ لا ادري راح يعيشكم عيشه اجلكم الله الحيوانات. فالدور عليكم المظاهرات لا تمنع شيء الا تعطون الدماء. لن يتغير الحال يا اهل الجنوب الا باراقه دمائكم في سبيل حريتكم. وشكر جزيل لقناة الرافدين ولشخصك الكريم أستاذ عمر، وبارك الله وجزاك الله الخير. نعم، معنا اتصال أبو محمد من تركيا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك أستاذ عمر العزيز، السلام الخاص لقناة الرافدين الحرة واللي تنطق كلمة الحق دائما. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أخي العزيز، إحنا الشعب العراقي ما نهتم للمي والكهرباء بقد ما مهتمين للأمان. نريد أمان، نريد نأمن على حياة مستقبل أجيال كامل، أولادنا أطفالنا نسائنا. يعني المي والكهرباء صح ضروريات، صح وجعلنا من الماء كل شيء، والكهرباء ضرورة وبظرف إحنا بأنه الكهرباء هسه يستحقها الشعب العراقي. درجة الحرارة 52 أو افترضنا 50، ها يعني الله يساعدهم. احنا بتركيا صلوات على محمد الأمطار ما شاء الله على النبي، وما عالقين بنكات، هاي البنك المروحة ما عالقيها. نعم أبو محمد، الموضوع شيء مرتبط بشيء. يعني أنت من تيجي توفر الأمين لازم عندك حكومة جادة بهذا الأمر، حكومة تحارب الفساد، الكهرباء تفيد الأمن، الكهرباء تخلي الإنسان مستقر، تخلي المصانع تشتغل، تخلي الناس تشتغل، تبتعد عن الجريمة، الشباب تلجأ إلى 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 بيوتها بشكل صحيح، القوات الأمنية تقدر تشتغل بالليل، تقدر تشتغل بالنهار. يعني هاي الأجواء كلها تمهد إلى يكون هناك جو أمني سليم وصحي. فبالعراق كل شيء مرتبط بشيء، كل شيء مرتبط بشيء، إن كان ماي ولا كهرباء ولا عمل. إذا أكو كهرباء صحيحة راح تشتغل معامل، طبعا هاي في حال وجود حكومة جادة في توفير كل هذه الأمور. كل هذه الأمور يعني شلون تقول سلسلة حلقة متصلة بالأخرى. فحيوية الكهرباء جدا بالبلد. نعم أبو محمد، أنا أشكرك. نعم أنا أشكرك أخي عمر. نعم. أخي أستاذ عمر العزيز. نعم أنا من يعني صار لي 4 سنوات متغرب. نعم 4 سنوات متغرب. أنا كنت أحد المدافعين عن وطني، كنت رجل أمن، رجل عسكري. أنا كنت نعم أنا كنت عسكري، يعني كنت وما لي سلطة، ما لي سلطة، يعني أريد أخدم المواطن بصورة صحيحة ليرضي بها الله مثل باقي الشعوب ومثل باقي العالم. عندهم أمن وعندهم شرطة وعندهم جيش، ما نقدر ما نقدر، سلطة فوق سلطة. نعم يعني الكهرباء صار لها كم سنة بالعراق ماكو كهرباء. نعم كم سنة صار بالعراق كهرباء ماكو، أبسط حقوق، هاي أبسط حقوق للمواطن. نعم يعني كهرباء 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 مدى يوفروها، كهرباء مدى يوفروها. نعم أنا أشكرك أبو محمد من تركيا. كان معنا اتصال هبة من الموصل، تفضلي هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر والله الكهرب مشكلته مشكلة، يعني هاي ما يوم يومين، هاي صار له سنين الكهرب ما تعدل. نعم هاي صار له سنين، يعني لو يريدون يعدلون الكهرب كان عملوه، هذا أبسط حق حق المواطن. بس هو لا ماي أكو لا كهرب أكو، يعني والله العظيم يعني حالة العراقي يرثى لها الله وكيل. نعم أبسط حقوقه ما عاي حصله، يعني هاي المحاصيل الزراعية والله إذا حق إيش يصير بينا نستاهل، لأن نحن الشعب، نحن الشعب عا يعجبنا هذا الوضع. نعم الساكتين عليهم، يعني المفروض الشعب يصير إيد وحدة كتف واحد يقوم ضدهم.
ما يصير هالشكل نحن قاعدين. نعم. زين هبة بالموصل شلون وضع الكهرباء؟ والله زفت استاذ عمر زفت. نعم. والله العظيم وعندنا طفل صغير هسه عندنا طفل صغير العصر صار سهال وزواعه بالمستشفى داخل وعلاج ما اكو من الحر. زين شلون وزارة الكهرباء تقول تم تنصيب كافة المحولات بالموصل؟ والله ما اكو والله استاذ عمر كله حشاكه كله كلاوات وكذب ما اكو اي هذا شيء ابد والله العظيم ما اكو. نعم يعني يقصد حقوقنا يحرمونا منا. الله الله تعالى الله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم حسبي لا نطيق عليهم نحن شعب فقير شعب مظلوم ما يطيق حسبي الله ونعم الوكيل علينا لا لا اكثر ولا اقل ايش بيدنا. نعم أنا أشكرك هبة من الموصل كانت معنا. طبعا انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يأتي على رأس شكاوى العراقيين وهو الأمر الذي أدى إلى خروج تظاهرات عدة في مختلف المحافظات اتهمت الحكومة والقائمين على قطاع الكهرباء بالفساد وطالبتهم بإيجاد حلول. وكما هو معروف يعاني العراقيون من أزمة الكهرباء وهي إحدى الأزمات الأبرز التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 والتي لم تتمكن من تجاوزها على الرغم من إنفاق كما أشرنا في بداية الحلقة من إنفاق الحكومات المتتالية والمتعاقبة أكثر من 41 مليار دولار أمريكي على قطاع الكهرباء بحسب تقارير رسمية. وهذا القطاع هو من الأكثر القطاعات فساداً وفق ما تبين ملفات فساد كشف عنها سياسيون وكذلك لجنة النزاهة البرلمانية. طبعا ظهرت على السطح فضائح عدة في قطاع الكهرباء خلينا نذكر بعض الأمثلة. على سبيل المثال وزارة الكهرباء قبل سنتين تقريبا أو ثلاثة تعاقدت مع شركة باور إنجينيز البريطانية لتنفيذ محطة توليد في مدينة الناصرية جنوب العراق. تم استيراد معدات لتوليد الكهرباء تبين عند وصولها إلى ميناء البصرة بأنها لعب أطفال. طبعا قيمة الصفقة كانت في ذلك الوقت 21 مليون دولار في حين تبين لاحقا بأن الشركة البريطانية هي شركة وهمية وقد خدعت الحكومة في العراق في ذلك الوقت. أزمة الكهرباء اضطرت الكثير من العراقيين أو أغلب العراقيين إلى الاعتماد على التزود بالطاقة من خلال مولدات أهلية توضع في الأزقة وتوضع في الشوارع وبالقرب من المنازل والمحال التجارية كبديل عن التيار الكهربائي الوطني كما معروف الوطنية والمولدة بالعراق. طبعا اليوم توصل في بعض المناطق الانقطاع إلى 16 ساعة و18 ساعة. طبعا ونفس الوقت وزارة الكهرباء توفر وقود لهذه المولدات ولكن 70% من هذا الوقود يذهب إلى السوق السوداء ويباع في صفقات تتم بين مسؤولين في وزارة الكهرباء وبين أصحاب المولدات. في الأوان الأخيرة كما ذكرنا أنه في 30 من أبريل تم تعاقد ما بين حكومة عادل عبد المهدي والحكومة الألمانية من خلال شركة سيمنز ب يعني إيجاد صيغة أو خريطة طريق كما تم الإطلاق عليها على 4 سنوات وهي من أجل تحسين وتأسيس كهرباء جديدة في العراق شاملة لهذا القطاع قطاع الطاقة الكهربائية على مدى 4 سنوات بقيمة تصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي. وشهدت هذه طبعا كذلك الصفقة ما بين العراق وما بين ألمانيا دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط وهناك ضغوطات من قبل إدارة الرئيس ترامب على أن تكون أن يكون العقد مناصفة أو أن يكون ل نعم نعم أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد في هذه أو في هذا العقد عقد إعادة الكهرباء في العراق. أبو إحسان من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز أستاذ عمر نطلب منكم فضائح الرافدين الموقرة
أن تسوون حلقة خاصة عن مسألة سرقة رواتب المتقاعدين مدنيين وعسكريين. نعم. يعني هاي كلش قضية خطيرة، وأخذوا راتب من عندنا كامل مال شهر كامل. شو وقت أخذوا منك أبو حسان؟ هذا الشهر من وزعوه، أنطوا بس راتب للمدنيين والشهر الجاي للعسكريين وهم بس راتب. تشوف شلون؟ يعني ما لها صحة، هم يدعون أنه أنطونا راتب شهر زايد لي قدام، وهذا ماكو شيء. يعني المتقاعد من يطلع تقاعد يصدر أمر التقاعدي. نعم. زين ليش أخذوا من عندكم أبو حسان؟ ما سألتوه؟ خلي أوضح لك. لا لا خلي أوضح لك. نعم. سألناهم يقولون إحنا أنطينا كنا منطين راتب واحد شهر واحد لي قدام، وهي ما لها صحة. وأجيب لك مثل. نعم. أنا لما أطلع في بداية الشهر مثلا أو نهايته نسخة من أمر التقاعد راح ينطوه دائرة الحسابية أو مديرية الموازنة أو مديرية الرواتب والأمور المالية. راح ينقطع الراتب رأسا، يعني ما ينطون بهالحالة. مثلا خلينا نقول شهر السادس أو السابع أو الثامن أي شهر كان. بهالحالة يبقى هذا الشهر على من يدور على دائرة التقاعد، هيئة التقاعد. مثلا السابع، السابع والثامن يقضي ياخذ بالتاسع، يعني معناها هو يطلب الدولة يطلب التقاعد شهرين. فالادعاء باطل وكاذب ما له صحة. هم ما منطين من عشرات السنين الدولة تنطي مال شهرين اللي قدام. اكو موظف يلتحق بدائرة مثلا ويطلب راتب لي قدام، لو يقضي شهر يلا يطلب راتب، صح له لا يا استاذ عمر؟ نعم. ان شاء الله ان شاء الله نخصص حلقة حول هذا الموضوع. بدقيقة ثائر من الموصل اخر دقيقة تفضل. استاذ عمر شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله. عندي شكوى. تفضل حبيبي. هاي دولتنا على الوال كهرباء، الكهرباء سعر شيء بسيط غيرها وغيرها، بس شغله يعني هاي الميليشيا دمرتنا دمار يا اخي. يعني احنا نشكل من بس نشكل الله والله العظيم. يعني انت عاني من قرايبي امانة الله من عمامي يا صراحة، وما اعرف مصيرهم شنو. راحة وما أعرف مش ميليشيات قالتهم واخذتهم وما أعرف وين. وبعدين الشغلة الأخرى عوائلهم هجرهم على المخيم وهسه مذلولين، الله وكيلك ما أعرف شيء. يعني إسرائيل ماكو، بإسرائيل ماكو. نعم. دولة بس هيك دولتنا ماكو، مع احترامات للجنين يعني، بس أنا بالإعلام دولة بس جواها مخفي العجائب والله العظيم. يعني ما نقدر نحكي من لا احكي احكي. اي واحد يشتكي ثائر، اي واحد احكي يشتكي، اي واحد هسه جاي يتصرفون وياكم. اي واحد نعم، اي واحد يحكي ويشتكي لاي مسؤول، اكو ناس عناصر تراقبك تكتله ما تقدر تحكي. الله وكيلك عميته الوال كرب شيء بسيط بس راح الدماغ. يعني هسه انا قاعد واحد يعني قاعد بيته ما يحط الامان ماكو، ترى كل من يقول لك امان اكو شلل، ماكو امان شلل. نعم. ما تعرف يجي يدق بابك يدق بابك تروح شالوك ولا اهلك يدرون بيك وين. وراحوا اني ناس يعني بالقياره بالموصل، اي ناحيه القياره راحوا من قرايبي يعني 18 واحد، كل شيء لا غرض لا اولاد واعنش ولا لهم صله بداخل. هاي شو وقت هاي؟ فقط قرايبه. هاي تاني وقت؟ قبل سنتين هذا واحد منهم. نعم. أخير واحد قبل سبع أشهر. نعم. جو علي طلع من السجن، طلع من السجن طبعا من بغداد. جو علي طلع من السجن واعتقلوه. هجم طلع من السجن كل شيء ما عنده، طلع بريء، عنده اشتباه كان. نعم. الله بريء من السجن. الله يعينكم، الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج عليكم يا رب. ثائر من الموصل انا اعتذر منك والله جدا، لان انتهى وقت البرنامج. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن المعاناه المستمره والازمه المستمره، ازمه الكهرباء في العراق. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.